انتي جايه تجسي نبضي ولا ايه؟ طمني، انا عمري ما هكون للراجل بعد رياض ابدا. لا يا عبيطه، اجس نبضك ده ايه؟ انا جايه اقول لك بس اني لازم يبقى ليكي راجل عشان يخلي باله منك ومن عيالك ويكون في حنيه رياض بالظبط. انا مش فاهمه اي حاجه، مش مصدقه اللي انتي بتقوليه ده. ماما، هو احنا حملنا تقل عليكي ولا حاجه عشان كده بتفكري تجوزيني عشان تقللي الحمل عنك؟ قوليلي بصراحه. صراحه ايه بس يا بنتي؟ اذا كنت انتي ولا اولادك لما شالتكوش الارض شيلك راسي من فوق. واللي بقولك عليه ده زيه زي رياض بالظبط، يعني مفيش فرق بينهم. هو ده يبقى مين ده يا مسيبتي؟ حسام؟ ايوه يا ماما، شفتي المصيبه اللي بنتك فيها؟ ايوه يا بنتي، بس ده صغر منك ولسه ما كملش علامه، بقى ده اسمه كلام ده؟ من ساعة ما قالت لي وانا هتجنن ومش عارفة اعمل ايه. وده اللي ربنا قدرك عليه يا ست سرية عشان تربطي البنت جنبك؟ لما قالت لي كده افتكرت كلامك، لما قلت لي دي اكيد بترتب لك حاجة عشان تربطك بيها جنبها. ايوه يا بنتي، بس انا ما جاش في بالي ان عقلها هيوديها للسكة البعيدة دي. قولي لي يا امي، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ والله يا بنتي ما انا عارفة اقول لك ايه. خايفة اقول لك اعصيها وقولي لها لا، ماليش ضامنة هتعمل معاك ايه. ممكن تاخد منك الولاد وممكن تديهم لك وتقول لك انا لا هصرف عليكي ولا عليه. والله يا بنتي ما انا عارفه اقول لك ايه، دي حاجه مخور النافوخ. ما هي قالتها لي، قالت لي توعيلي احسن لك، انت محتاجاني، ولادك محتاجين تقول لهم ده، وانا بس الوحيده اللي اقدر اصرف عليهم واربيهم. هي قالت لك كده؟ ايوه، لما صرخت في وشها قلت لها مش هتجوز حد بعد رياض ابدا. يبقى بتضغط عليكي بالعيال. لا، مش من حقها، انا حضنه ولازم ولادي يفضلوا في حضني، ومن حق اعيش في شقه جوزي. احمد فهمني كده. ايوه، هي ممكن تديك العيال وتديكي نفقته، بس هتطلع عينك في حاجه تانية. حاجه تانية زي ايه يا امي؟ انا مش هغلب، عندي مليون طريقه وطريقه، شبهه وهشبهك، عيال وهاخدهم منك، بيت وهطردك منه، وعندي مليون ألف دليل ودليل للمحكمة إنك أم غير صالحة عشان تربي ولاد ابني. وحتى لو حكمولك بضم العيال، هفتح الشقتين على بعض وأقول لهم إن هي ما عندهاش سكن، وأقول لهم إن أنا عندي شاب بسم الله ما شاء الله أخاف عليه من الفتنة، وبخد عيالك بقى يا بنت رمزية وروح عند أمك شوفوا مين هيعرف يأكلهم. ليه ده كله؟ حرام. أنا عملت لك إيه؟ ده انا قاعده تحت رجليكي بتمنى لك الرضا ترضي، قلت لك هفضل تحت طوعك ومش همشي من هنا ابدا. اسمعي يا بنت رمزيه، الكلام اللي قلته لك ده حطيه حلقه في ودانك، شغل السيما ده انا ما يخلش عليا. انا كده اللي يقف قدامي لا عندي شفقه ولا عندي رحمه. يا ست سرايا، يا ست سرايا، فكري في الكلام تاني، ربنا ما يرضاش بالظلم. وانت كده ظالمه. والله ظالمة. أنا ظالمة؟ ظلم ده إيه؟ كون أجوز ابني لأرملة أخوه يبقى ظلم يا وليه؟ كل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق، وهم رافضين الجوازة دي، يبقى ده ظلم ولا مش ظلم؟ بس بس، نقطينا بسكتك يا وليه أنت. نعم يا أمي. تعال اقعد. روح استعجليها. تستعجل مين؟ مالكش دعوة. حاجتها ايه؟ نعم يا ماما. تعالي اقعدي. لا، هنا جنب عريسك. يا سلام، هو اهدى، وش كسوف قوي. اعملوا حسابكم بكره بالليل كاتب كتابكم. يا سلام يا مجهوده، واكلاهم. الله، ايه حكايه الولاد الكتير دي؟ انت بتسرقي ولا ايه؟ ماشي، عموما احنا لسه في الاول. ماشي، يلا يا سلوى ارمي ورقه كويسه بقى عشان ناخد بصره. سلوى انت رحت فين؟ ها؟ ابدا يا بابا، معاكم.
بس اصلي مش قادره اكمل الدور، دايخه شويه وعايزه ارتاح. في ايه يا يوسف؟ البنت مالها؟ بقت لا بتاكل ولا بتشرب ولا بقت تهزر ولا تضحك، مش عارفه البنت اتبدلت. الو، اهلا يا حسام، ازيك يا حبيبي، انت فين؟ بتقول ايه؟ كاتب كتابك؟ كاتب كتابك على مين؟ نبيله؟ شو؟ سلوى، 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 ردي عليا يا سلوى. متخافيش، انا هجيب لها كولونيا بسرعه. والنبي يا يوسف، سلوى يا سلوى، سلوى ردي عليا، ردي عليا يا سلوى، فوق يا سلوى، جرالك ايه؟ طبعا انت عارف اللي جرالها ده من ايه. سلامتك يا حبيبتي. ما تخافيش يا ماما، انا جالي هبوط مفاجئ مش اكتر من كده. انا مش قادر اصدق وداني، الكلام ده حصل حقيقي؟ مش ممكن. ما انا مش بقولك الكلام ده عشان تزعقلي. امال بتقولي لي عشان ايه؟ عشان اقول موافق؟ حاضر، مفيش مشكلة. لا، انا لا يمكن ارضى بالمهانة دي ابدا. ما هو يا ابني مش بكيف، ده غصب عنها. وايه اللي غصبها؟ خلاص، ملهاش اهلي، ملهاش بيت، مش هقدر على لقمتها. دي لو كلتها بملح معانا وهي محافظة على كرامتها احسن ما تاكلها كباب وهي بالمنظر ده. عشان عيالها دول تلاتة اسم الله عليهم. تسيبهم لها وتورينا بقى الولاية المفترية دي هتربيهم ازاي. نبيلة عندها طلوع روحها اهون بكتير من انها تفارق عيل من عيالها. بلا دلع بقى، تيجي على نفسها شويه، تدوس على قلبها عشان خاطر كرامتها. ما هو ما يحسش بالنار غير اللي كبشها، وانت لسه ما جربتش الضنا يا حبيبي. بلا ضنا بلا هنا، انا لا يمكن هسمح بالمهزله دي. اسمعني بس الاول يا حبيبي، دلوقتي لو هي سمعت كلامك وسابت ولادها وجت قعدت هنا، هيبقى مفيش قدامها غير الجواز. ما مش معقولها تقعد لوحدها، لا راجل ولا عيل. وماله، ما تتجوز، بس تتجوز جوازة تناسبها، جوازة ما فيهاش أي ضغوط. اسمعني بس للآخر يا ابني. نعم يا أمي. أنت عارف نبيل أختك، لو جبنا لها الرجالة كلهم في كفة وصورة رياض في كفة، هتختار صورة رياض، ولو اتجوزت هتتجوز واحد غصب عنها. يبقى ليه ما تعشش على أولادها؟ مادام مش فارقة معاها تعيش مع أي راجل. برضو لأ، أنا لا يمكن هسمح بالجوازة دي، لا يمكن هخلي الولية دي تشكل لنبيلة حياتها زي حتة الصلصال. أحمد، أنت إيه اللي موقفك هنا؟ ما طلعتش ليه؟ حسام عايزك في كلمتين بعيد عن البيت. تحت أمرك. في ايه يا احمد؟ تقلقتني جدا. لا هنا مش هينفع، تعال نقعد في مكان مفتوح عشان نتكلم براحتنا. اوكي يلا بينا، اتفضل يلا.